أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. ازيك يا حاجة؟ أهلا أهلا أستاذ موريوس، اتفضل اتفضل. أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرفا يا شيخ حسن. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ مورس. اهلا وسهلا. تفضل 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 استاذ مورس، تفضل. خطوه عزيزه. يا شيخ حسن، انا من اول مره شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه. ما تخافش، سرك كبير. انا عملت كده مضطر يا مورس اخويا. أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك، والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرقص. صح. أنت مسيحي طيب يا مرقص. شاي يا أم عماد. الله. هو أنت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهاردة نص شعبان. نص شعبان. طبعا صايم. امال ايه؟ الشاي ده عشانك يا مرقص. كوبايتين؟ ما احنا عندنا كده، الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين، واحده زياده وواحده ساده. اتفضل اشرب. لا لا، اصل لا. الشاي بيرفع لي الضغط. معلش بلاش الشاي، عصير يا ام عماد. لا لا لا، العصير بيرفع لي السكر. شويه ميه يا ام عماد. لا لا، اصل معدتي وجعاني. خليها لبعد المغرب، حاب اجي افطر معاه. السلام عليكم. مع السلامة. مسيحي طيب مرقص. شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك، كلم اللواء مختار يتصرف، ينقله جامعة القاهرة بدل ما سنة تضيع عليه. بلا تي ان تي شديدة الانفجار. يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار ماشي. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا ماشي. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس؟ بدوعته. اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن ماشي. قول له عايزين ننقل الواد جرجس. الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوه لي بس اكلمه عمل معروف. ايوه حاضر. مصر يكلمك يا ماشي. ايوه. قول له الواد هيروح الجامعه ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر. سيبنا المنيا. ايوه ايوه. لازم يشوف لنا حل. حاضر. خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجه. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين يا سيدي؟ خليه يحضر المحاضرات باي صفه، وانا حرمتك كل حاجه. معلش انا بتقل عليك ولعلمك، انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعاده تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادوله اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر. والله العظيم ما تقلقي، اطمني خالص. اهو الشمنول صح يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو مورس افهمني، بقول لك خلاص. والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي. يا عم اطمن بقى، كل حاجه زي الفل. يا مختار ماشي، يا مختار ماشي.
يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار، يا مختار باشا. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبله فجرت بنجاح وكلتنا زي الفل. مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقيين دماغه. مريم، انت مريم انت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لو بقيت اليومين دول ما تبلش بقوم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك احمد. ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك هنات حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما قدرتش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجة، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الذهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ اه مصحف، مصحف. اه ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن، اتفضل. اي خدمة يا شيخ حسن. دول حتتين دهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا، خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجة. ما يصحش يا مرقص. طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب، اه صليب، كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. اه ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمده.
يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا.